أريد أولا أقول سي جمال السلامي وسي يوسف السكريري مرحبا، مرحبا للعودة للفريق ديالكم. كتعرفوا بأن سي السلامي وسي السكريري أمور كبيرة اللي خدمات كثير نادي الرجاء كلاعبين، خدمات نادي كثير نادي الرجاء كأطول واحد في النادي اللي خطاه في النادي. وتبين اليوم بأن الحالة ديال الفريق خاص الجانب التقني كان خصنا نقوموا بتغييرها. وأنا كنقول لهم شكرا اللي قبلوا العرض اللي قدمناه لهم واللي تسحقوا اليوم باش يعطيو الإضافة للنادي الرجاء. واخا انا ماشي تقني غنهضر شويه على لو فولي تكنيك. الفريق لعبنا هذا الموسم 12 مقابله، 7 ديال الانتصارات، 3 ديال التعادلات، وهزمنا زوج فترات. يعني واخا يمكننا نقولوا بان الحصيله النتائج ديال بعثها، لكن اللي تبينا منكم كذلك انتوما بان الاداء ما كانش في المستوى. نهضر على لو ستيل دو جو، طريقة اللعب ديال الرجاء راه معروفة. غنهضر إيكالمون على لوغانيزاسيون تاكتيك، غنهضر على ليفيكاسيتي. هذيك الرجاء اللي كتعجبنا واللي بغينا نعاودو نشوفوها، لو فوليم دو جو، لا بروديكسيون دو جو، لو ستيل، غايبة في هاد الآونة الأخيرة، ولهذا اضطرينا باش ناخدو القرار باش يعني نبدلو لو ستارتيك. اتصلنا ب سي جمال السلامي اللي القدر واضح انك نفس المرحله باش اتصلنا به هذه بعد وقت كان هو الارتباط ديالو مع جامعه قضاء. وكذلك عاود اتصلنا بسي جفري اللي كان بقى من واخا من شهر 6 فاش مشى، يعني كان كنا بقينا في اتصال مستمر. اتصلنا به هو وكانوا عنده بعض العروض الى اخره، لكن ملي الرجاء كتحتاج ولادها، الرجاء كتجبر ولادها واجدين، وغدا قبلوا العرض اللي قدمنا لهم به وقعنا معهم وبداوا العمل ديالهم. ولينا اليوم نعطيو الكلمه للسي جمال السلامي والسي وكذلك نعطيكم الفرصه انتم تحطوا اسئله ونتكلموا ونحاولوا الله يخليكم في هذا اللقاء. نبقاو على لو فولي تكنيك، نبقاو على لو فولي، اذا كانوا شي اسئله اخرى الى اخره كنا نخليوهم شي حصه اخرى باش نعطيو الفرصه للاطر ديالنا ونعطيكم كذلك الفرصه باش نتعمقوا في هذا الجانب. وكنشكركم مرة أخرى ونعطي الكلمة لسي جمال السلامي، من بعد نعطي الكلمة لسي يوسف السكري، ومن بعد نعطيكم الكلمة أنتم باش تحطوا الأسئلة ديالكم. شكرا جزيلا. نتمنى ان شاء الله انني نكون في مستوى المسؤوليه، لان احنا كنا تنعرفوا بان فريق الرجاء فريق كبير، عنده جمهور كبير، عنده جمهور اللي
تيغير عليه الجمهور ضوا من غير النتائج، فهو تيبغي يشوف كره في المستوى. حنا بالدور ديالنا جينا باش نقدموا التجربه ديالنا والخبره اللي اكتسبناها في خدمه النادي ديالنا، لان هذا النادي فيه لاعبين اللي عندهم ان بوتونسييل مزيان، وغادي نضيفوا لهم التجربه ديالنا باش نحاولوا نجمعوا المقومات ديال النجاح باش نمشيو نساعدوا الجمهور ديالنا ان شاء الله، لان الجمهور ديالنا تنتظر منا اننا نعطيو واحد الاضافه كبيره للفريق، وهذه مسؤوليه كبيره ان شاء الله نكونوا قدها، لان المواجهات المقبله غتكون مواجهات قويه، وهناك استعداد من اللاعبين باش يبذلوا كل ما عندهم باش نحسنوا المستوى ديال الفريق وباش نمشيو نحثوا على النتائج اللي تسعد الجماهير ديالنا ان شاء الله. شكرا دوري. تنشكر رئيس نادي الرجاء البيضاوي السي جواد زياد على الثقة الكبيرة، جميع أفراد الإدارة، تنضم جمهور على كل الغيور على نادي الرجاء البيضاوي باش تكون واحد المساندة مؤازرة باش يكون الطاقم التقني لفريق كبير، فريق عالمي. أنا جمال سلامي ويوسف سفري ارجعوا للنادي ديالهم للاسره ديالهم. تنعرفوا بان هذا النادي هذا عطانا الشيء الكثير، فتنتمنى من الله عز وجل اننا نردوا هذا الجميل لهذا النادي هذا اللي تنظن اي واحد يتمنى يشتغل في هذا النادي. صحيح كاين متطلبات كبيره لانه دائما الانديه الكبرى تبحث عن الالقاب على الطريقة، على كل ما يسعد الجماهير وإدارة ولاعبين، فتنظن الكل خاصو يعرف أن سر نجاح أي نادي كبير هو الاشتغال جميع منظومة النادي، إدارة، جمهور، لاعبين، طاقم تقني في اتجاه صحيح، اتجاه واحد. وتنتمنى من الله عز وجل وتنظن ان كاين بعض المسائل اللي تتبشر بالخير، ولكن كيف تعرف الكل بان المسؤوليه ليست بسهله، ولكن كاينين مسائل اللي تتبشر بالخير. تنتمنى من الله عز وجل ان يكون المجيء ديالنا وتضافر الجهود من بين المنظومه باش نرجعوا بهذا النادي هذا الى سكه الالقاب والانجازات باذن الله. شكرا سي يوسف. يلا بسم الله، الا كانوا شي اسئله ناخذ خمسه بخمسه. يلا علم ربما خص السؤال الله يخليك يتقدم نفسه. تفضل السي شريف، وقف باش يسمعوك الاخوان. الله يخليك. عمر شريبي، موقع الصحيفه. السؤال ديالي للسي جمال السلامي، تحدثتوا في تصريح احد المواقع الالكترونيه انه من بين الاحلام ديالكم هو تدريب فريق الرجاء على المنتخب الوطني، واش الحلم كيتوقف عن تدريب فريق الرجاء ولا عندكم افاق اخرى لهذا الحلم؟ السؤال ديالي كان هو انه السي جمال السلامي تحدث في احد التصريحات السابقه على انه الحلم ديالو هو تدريب المنتخب الوطني لفريق الرجاء الرياضي، واش الحلم كيتوقف عند هذا الحد ولا هناك افاق اخرى لهذا الحلم؟
أنا تحية للجميع. ربيع الوريدي، الصحة المغربية الكروب ديال المادة. عندي ثلاثة ديال الأسئلة. السؤال الأول السيزيات، أولا تنهنى إدارة فريق الرجاء البيضاوي على اختيار طاقم يعني مغربي إطار وطني، خصوصا من أبناء الفريق، لأن تنعرفوا دائما أن الإطار الوطني تيكون غير في الفترة المؤقتة. البلاغ ديال النادي أنه تيكون كاين عقد تمتد إلى 2021، يعني كاين هنا برنامج، كاين عمل. السؤال ديالي أنه كانت مجموعة ديال الاختيارات اللي تقالت، بغينا نعرفوا هاد الاختيارات السيزيات. سمعنا أنه كان من ضمن الأطر المدرب محمد فاخر، بخصوص ضيق ديال الوقت، يعني كان عندكم الاختيارات يعني واش كثيرة ولا قليلة. بالنسبة للسؤال ديالي للشي سي جمال السلامي، لا أحد يشكك في الكفاءة ديال المدرب ديال جمال السلامي، غير تنعرفوا أنه المسار ديال جمال السلامي مع الفرق الوطنية، كان مع المنتخب، كان مع الفتح الرباطي، يعني كانت يعني الأندية اللي ما تنعرفوش. سمح لي الله يخليك أستاذ، دابا بغيتي تهضر في التليفون الشاف، الشاف بغيتي تهضر في التليفون تفضل. هي شوية ديال الاعتبار من الناس اللي كي شكرا. هضر عرفتوا ان جمال انه الفرق اللي شرفتي عليها ما كانش الفرق اللي شرفتي عليها ما كانش تعيش واحد الضغط كبير. تعرفوا ان فريق الرجاء البيضاوي تعيش واحد الضغط كبير، خصوصا انه المرحله صعبه، فريق تنتظروا جوج مباريات مهمه، الوداد مهم الاساس هو انه الوداد والترجي. سي جمال السلامي كيفاش غادي يعيش هذه الفتره هذه، خصوصا ان تعرف الفرق البيضاويه تتعيش على النتائج. السؤال ديالي للسي يوسف سبري، لا احد يشكك في الكفاءه ديال يوسف سبري، خصوصا انه الشعبيه ديالو اللي عنده في فريق الرجاء البيضاوي. كنتي في الفتره ديال مع سي كاريدو مع كارديرون، الفتره الاخيره كانت القيل والقال على الاساس باش ترجع للفريق ديالك، رفضتي. من حق اي واي لاعب دولي انه يكون يشرف على ياخذ الفرصه ديالو على اساس يدرب. شنو تغير بين امس واليوم سي يوسف؟ شكرا. السلام عليكم، كريم مراد راديو مارس. جوست اون كيسيون سي سلامي، شنو لوبجيكتيف اللي تصدروا مع المكتب المسير ديال فريق الرجاء اللي تلاقوا عليه ديالكم؟ فاطمة زاح جوجي سبورت تايم تيفي. السؤال ديالي سي جمال، سمعنا في الفترة الأخيرة مشاكل ديال الانضباط عند بعض اللاعبين في الفريق، كيفاش غادي تتعامل معها مستقبلا، خصوصا أن واحد من اللاعبين يعني كثرت الأغلاط ديالو وكيتقال أنها آخر فرصة هي اللي منحتيها ليه. السؤال الثاني هو ديربي العرب، يعني خديتو في الفريق واحد الفترة صعيبة شوية، فكنتسناكم إياب ديربي العرب في ظل التحاق بعض العناصر بالمنتخب المحلي، كيفاش تواجهوا هاد الإشكال؟ شكرا. السلام عليكم، يوسف أبو عبد الجزيرة الأخبار. السؤال الأول غادي يكون جمال السلامي، يمكن أنصاف فريق الرجاء البيضاوي فرحانين بالعودة ديال جمال السلامي، ولكن أنصاف في مدينة البوغاز في عاصمة الشمال مسيرين وأنصاف فريق الاتحاد طنجة، يعني غاضبين على جمال السلامي بالوقت. نحن يمكن كما كنقولوا خوالوا من آخر لحظات في سبيل العودة لفريق الرجاء البيضاوي. يمكن توضيح هذه النقطة هذه. سؤال السي جواد زياد، يمكن الفترة ديال باتيس كارتيرو ما كانتش السلبية بشكل كبير اللي تحدثتي عليها، واش كانت النتائج، إلا جبنا النتائج ديال باتيس كارتيرو يمكن أحسن ما تحقق مع فريق الرجاء البيضاوي في السنوات الأخيرة، واش كان الجانب التقني هو الجانب الوحيد في الإقالة ديال باتيس كارتيرو ولا كانوا ضغوطات أخرى؟ آخر سؤال للسي يوسف سفري، يوسف سفري يمكن لاعبين اللي جاو لك لاعبين كبار، واش يوسف سفري مازال ما وصلش ذاك المستوى ويكون هو المدرب رقم واحد في النادي المغربي، ولا مازال كيشوف راسو بانه مدرب مساعد في الرجاء البيضاوي رغم القيمه ديال المدرب الاول في النادي الاخر؟ شكرا. ابو عباد الله،
ماروكان بارتو. السؤال ديالي كيت السي سلامي، سي جمال، انتم مقبلين على زعما رهانة كبيرة، واش كتظنوا بانه المجموعة ديالكم دابا قادرة اسكو بو زعما افرونتي تو سي ces compétitions, mais est-ce que vous pensez vous renforcer l'effectif? Merci. Salam alaikum, nous sommes en journal le matin. Soit le CGO de Ziyad, vu la conjoncture, quelque chose oublie implicitement qu'il y a une obligation de résultat. L'entraîneur va tout en dialogue pour la Coupe Arabe, mais comme juste après la Ligue des Champions, il y a un ratage sur cette période, il sera fatal sur plusieurs fronts. Qui fait que le discours avec le nouvel entraîneur, le nouvel adjoint Diallo. Au sol, il s'est slamé ou s'est sfré. Je n'ai pas fait le voiture des entraînements, deux entraînements par jour. Je suis arrivé dans un état physique qui n'a pas été satisfaisant. On a rien pour accélérer la cadence. Je suis arrivé à l'arrivée de 24 mois. Chocolat. C'est plus bas de cadavre. C'est plus bas de السؤال الاول جو سي شرايبي سي جمال السلامي على لو ريف ليكيب ناسيونال. بالنسبه للحلم ديال اي رياضي، بالنسبه ليا بطبيعه الحال انا منذ الصغر ديالي وانا ماشي تنبغي الفرقه، وانما الوالده ديالي هي اللي تتعرف الشغف ديالي بالفرقه. ملي كنت صغير وانا كنت نتمنى اني نلعب في المنتخب، انني نلعب في فريق كبير، نلعب في فريق الرجاء. الحمد لله داك الشيء تحقق. من بعد الانسان ملي تيقرر بيسالي الكارير ديالو تيتمنى حوايج اخرين. انا اشتغلت وقريت وبديت التدريب ديالي، وبالتالي ولا الطموح ديالي هو انني ندرب الفريق ديالي اللي عطاني شيء كثير، ثم انني نطمح كاي مدرب تيبغي يوصل للمستوى كبير ندرب المنتخب ديال البلاد ديالي. والحمد لله كانت تجربه مع فريق الرجاء واحد الفتره ديال 2005 2006، ثم 2007 2008 كمدرب مساعد. والحمد لله مع المنتخب المحلي الانجاز اللي حققناه فتنظن بانه كان انجاز كبير مع المنتخب المحلي ومع اللاعبين المحليين. تدريب فريق الرجاء فهو بالنسبه لي شرف كبير، لان التجربه اللي راكمت تنتمنى انني نوضعها رهن هاد اللاعبين، لان كما انا خرجت من هاد الفريق ومشيت لعالم الاحتراف ومشيت للمنتخب، فالدور ديالي نتمنى ان لاعبين من هذا النادي، هذا النادي العالمي اللي عنده جمهور كبير، اللي عنده جميع المقومات ديال النجاح، ان يخرجوا منه لاعبين اللي يعزوا المنتخب واللي كذلك يمشيوا الاحتراف. كانت عندنا البارح جلسه مع المدرب ديال المنتخب الاول سي واحد علي لوزيش لهنا للسيوس، وذكرنا الايام اللي كنا معاه فيها، وتكلمنا على بدر بانون كقائد الفريق كلاعب ديال المنتخب. هذا عنصر اللي ممكن يكون نموذج للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي باش يطمحوا كذلك انهم للدوليه ديالهم، ومن بعد ان شاء الله باش يمشيو ابعد من ذلك. تدريب فريق الرجاء فهو فرصه للبروز، ابراز المؤهلات ديالي، تحقيق القاب لانه فريق ديال الالقاب، وبالتالي هذا مكسب كبير الانسان خصو يشتغل عليه باش يفرح الجمهور، لان اهم شيء بالنسبه لنا هو اننا نوصلوا اننا الجمهور اللي فرح بينا الان لاننا جينا، اننا كذلك نفرحوه بتقديم مستويات عاليه وتحقيق القاب اللي تليق بالقيمه ديال الجمهور ديالنا. شكرا. ثلاثه الاسئله. الحق حنا الفكره ديالنا كمكتب هو يكون عندنا بروجي سبورتيف سور لو موين تيرم، ولهذا الاتفاق اللي عندنا مع السي جمال والسي يوسف ماشي اتفاق على عام. الفكره ديالنا اللي كاينه
كونترافيرم ديال العامين، وممكن نعاودو نجدو ونعاودو نطوروه ونعاودو نزيدو القدام. هضرتي على لو شوا، كان سهل بالنسبه لينا حيت كنا في المعايير اللي حطينا خصنا يكونوا الفرقه ويكونوا اخلاق عاليه ويكون تكون خبره وتكون كفاءه وتكون تجربه دوليه، ولهذا يعني ما خديناش وقت كثير ملي خدينا القرار باش نبدلو، ما خديناش وقت كثير باش نختاروا السي جمال والسي يوسف. فوالا نعاود نعطي الكلمه للسي السلامي. السؤال الثاني هو ديال البريسيون ديال بيان سور، ملي تدرب فريق بحجم فريق الرجاء فشيء طبيعي ان تتعيش الضغط. حنا دابا يلاه بدينا هاد اليومين ما عندناش الوقت، ما كاينش الوقت باش ما كاينش وقت فارغ، يعني الضغط فهو حاضر. حنا بالنسبه لنا اهم شيء هو اننا نجهزوا اللاعبين للمباراه الاولى لانها مباراه مهمه بالنسبه لنا. الضغط فهو كاين ضغط ايجابي اللي حنا تنحاولوا اننا نوصلوا اللاعبين انهم يحسوا بالقدرات ديالهم والمؤهلات ديالهم بشكل كبير، لان اللاعبين اذا كانوا في المقومات ديالهم 100% فما غاديش يكون عندنا مشكل. وبالتالي الجمهور فهو بطبيعه الحال تيطالب بالنتائج. نتمنى ان شاء الله اننا نحققوا المطلوب منذ المباراه الاولى، لان مباراه مهمه جدا في المسار ديال النادي هذا الموسم هذا. ونتمنى فيها التوفيق ان شاء الله للفريق ديالنا. واحد السؤال السي ربيع. فتنظن ربما الجميع كان يعرف، خصوصا رئيس النادي اللي كنت عنده تواصل كبير مع السنة الماضية، كان يعرف الأسباب. أولا ربما 80% كانت مسائل عائلية شخصية اللي انفصلت على فريق الرجاء البيضاوي. تنظن كان الشكر كبير للسي جواد وإدارة النادي على تفهم والمساعدة والمساندة ديالهم طيلة الموسم، لأن كانت ظروف شوية صعبة لا مجال باش ندخلوا فيها. زيادة على كانوا بعض المسائل اللي ما كانوش يعجبوا يوسف السفري، تكلمت معهم بوضوح مع السي جواد. أهمها اللي كان سبب في الرجوع ديالي الرجاء البيضاوي هو الإصرار، الحب والاحترام المتبادل بيني ومن منظومة الرجاء، إدارة، جمهور، كل غير على النادي، زيادة على مسألة اللي هي كبيرة الرغبة ديالي رجوع النادي ديالي، وربما المساندة والمساعدة ديالو الرجوع إلى سكة الألقاب، لأن كيف قلت لك قبيلة وكيف نعاودها، أي واحد يتمنى أنه يدرب فريق كبير من اسمه رجاء البيضاوي. كان واحد السؤال ثاني ربما، هل المساعدة كافية بالنسبة ليوسف السفري في رجاء البيضاوي؟ فتنظن بأن كان الحلم ديالي أنني أكون مدرب، لا زال وسيكون سيظل إن شاء الله أنني أكون مدرب، إما في الرجاء البيضاوي أو هدف كبير وأسمى هو أي واحد يتمنى يدرب منتخب وطني ديال بلاده. صحيح شاركنا كلاعبين، كاين هدف، لكن لكل مرحلة عندها خصوصية ديالها، فتنظن وأنا متأكد بأن هذه المرحلة عن جاور واحد، أنا تنقول بأنه واحد من أحسن المدربين في المغرب، وتتربط بيني به صداقة واحترام اللي هو جمال سلامي، كافية باش أنني نكون مساعد في نادي رجاء البيضاوي، فريق كبير ومع مدرب كبير عنده احترام كبير. شكرا. شكرا.
كان واحد السؤال على لي زوبجيكتيف السؤال على لي زوبجيكتيف هو اللي كتعرفوا كنلعبوا على ثلاثه الوجهات. الهدف ديالنا هو نمشيو ابعد ما ممكن في هاد ثلاثه الوجهات. حطيناش اوبجيكتيف واضح في هاد السنه، يعني الجواب مفهومه سهله. حيت الاخوان اللي سي جمال وسي يوسف ما حضروش السنه من الاول، يعني ما كانوش في لو شوا ديال لي ريكروتمون، ما كانوش في لا بريباراسيون. لهذا ما يمكنناش نجيو اليوم ونحطوا لهم دي زوبجيكتيف اللي يكونوا ديفيسيل ولا حيت ما بداوش المسيره من الاول. ولكن حنا يعني ولكن متفقين كلنا وعازمين لا الاخوان السي سلامي والسي سفري ولا المكتب بان الهدف ديالنا من بعد لي دو تيتر اللي ربحنا العام اللي فات خصنا لابد هذا العام يكون عندنا او موان ان تيتر اللي خصنا نديوه، وان شاء الله ربي يوفقنا في هذا الباب. نعطي الكلمه للسي جمال السلامي على لا كيسيون دو لا ديسيبلين اللي حطات مدام. بالنسبه للاهداف عندي اضافه، لان فريق الرجاء البيضاوي خصو يكون عنده لاعبين حتى في لي زونطريمون خصهم يبغيو يربحوا، ماشي غير باش يديو القاب، وانما باش تحمل القميص ديال النادي بحال فريق الرجاء البيضاوي. فمطلوب منك في كاع الحصص خصك تكون تعطي افضل ما عندك، وبالتالي حنا مطلوب منا اننا نفوزوا بجميع المباريات، مطلوب منا اننا نفوزوا بجميع المنافسات اللي غادي نشاركوا فيهم. بطبيعه الحال كاين هزيمه، كاين انتصار، كاين تعادل، هادو داخلين في كره القدم، ولكن حنا في كل مباراه فحنا غندخلوا غير عازمين باش نفوزوا بها، لان القيمه ديال النادي ديالنا وديال الجمهور ديالنا ما تسمحش لينا ان نكونوا فريق متواضع، هذه نحسهم فيها. بالنسبه للمشكل ديال الانضباط، انا بالنسبه ليا بديت العمل يوم الثلاثاء انا والسي يوسف، ما كان عندنا حتى شي مشكل الحمد لله، لا كانت شي حاجه من قبل. هذاك الشيء ممكن تسولوا عليه اللي كانوا، اما الوقت تنبغيو في الوقت، ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. كاين احترام كبير من عند اللاعبين، لان تيشوفوا فينا خوتهم الكبار، تنتعامل معهم بشكل جيد. بطبيعه الحال كاين قانون اللي موضوع، ولكن الحمد لله تنعيشوا اجواء في المستوى. تنتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يستمروا، لان كل واحد عنده المكانه ديالو، اللاعب عنده الحقوق ديالو وعنده الواجبات ديالو تجاه النادي، تجاه الفريق ديالو، تجاه الجمهور ديالو. وبالتالي حنا عندنا الطريقه ديال التعامل ديالنا، مازال عندنا شويه ديال الوقت باش يرجعوا اللاعبين الدوليين، باش يكون عندنا اجتماع مع اللاعبين باش نبينوا لهم طريقه التعامل، لان اي لاعب تحمل القميص ديال فريق الرجاء فهو تيحمل ارث، عنده ان ريتاج كبير وعنده انتظارات كبيره من الجمهور، بالتالي خصو يكون قد هذه المسؤوليه هذه. ونتمنى ان شاء الله اننا ننجحوا باش نوصلوا هذه الرساله، لان اللاعبين عندهم مقومات النجاح، عندهم ان بوتونسييل اللي يقدر يخليهم يمشوا بعيد، ولكن خصهم يتاثروا بشكل جيد باش يعطيو افضل ما عندهم في اطار المجموعه باش نمشيو نحققوا ان شاء الله الاهداف ديالنا. سي جمال، كان السؤال على طنجه من سي يوسف. بالنسبه لفريق اتحاد طنجه فهما كانوا اتصلوا بيا، تنظن اتصلوا بيا يوم الاربعاء الماضي، وطلبوا مني باش نمشي عندهم يوم الخميس. لا، اتصلوا بيا يوم الخميس ومشيت عندهم يوم الجمعه، طلبوا مني باش نمشي عندهم يوم الجمعه باش نجالسهم. مشيت عندهم يوم الجمعه لطنجه وجلس الناس اللي كانوا حاضرين وتكلمنا على الاهداف الرياضيه، بقاو الجانب المادي. ف
فقلت لهم جانب مادي ما بغيتش نتكلم معكم عليه، غيجي السيد اللي مكلف باسميتو. قالوا لي نبغيو يجي يوم السبت، اتصلوا بي ومشى عندهم يوم السبت. وكان كنا غادي نمشيو لطنجة، بقى بعض المسائل اللي كانت ما حصلش فيها توافق، ثم كان اتصال ديال فريق الرجاء في هذيك الآونة، وبطبيعة الحال ما يمكنش ترفض العرض ديال فريق الرجاء. اعتذرت الناس ديال طنجة، شكرتهم على ومن هذا المنبر ديالكم تنشكرهم على الثقة ديالهم انهم بادروا باش يتصلوا بيا. ولكن ملي تيجي فريق الرجاء فالاصبع غير فريق الرجاء، وهما تفهموا هذا الشيء. ربما هذا الشيء تيروج، ولكن الناس اللي اتصلوا بيا مباشرة تفهموا الموضوع، لان هضرت معاهم مباشرة وتفهموا الموضوع وقدموا لي التهاني من بعد ما تعاقدت مع فريق الرجاء. تنتمنى لهم حتى هما النجاح، لانهم عندهم فريق كبير وعندهم جمهور كبير وتنحترمهم. ولكن كان فريق الرجاء بادر، فبالتالي ما يمكنش ليا انني نرفض العرض ديال النادي ديالي. الجمهور كله فرحان، نتمنى ان شاء الله انني ننجح في هذه المهمه هذه مع فريق الرجاء ان شاء الله. شكرا سي جمال. سي يوسف، تكلمتي على لي ريزولتا والدوافع اللي خلاونا باش نتفرقوا مع كارتورون. انا ممكن نقول لك ما كاين لا ضغط لا والو. كون سمعنا يعني بعد وحدين، كان ملي تقصينا من كأس العرش كان يمكننا ناخذ يعني بحال هذا القرار، لكن تبيننا بان قرار باش كنبدلوا المدرب ماشي قرار سهل. لهذا خصنا ديما يكون عندنا يعني في الدين ديالنا ولا اون دو غاردي ا ليسبري شنو هي لانتيري دو كلوب، شنو هي لو بون مومون بور لو فير. اون افي اون بوز دو دو سمان qui était idéal pour changer le staff technique. Et en même temps, lors des discussions avec le staff et avec M. Carteron, on nous demandait du temps. La manière m'akench. Ou qu'elle est au niveau tactique, peut-être même au niveau physique. ولهذا تبيننا بان احسن يعني الوقت الاحسن هو الظرفيه الاحسن هي هذه. اما متفقش اللي كتقول بان مع كارتورون ربحنا لو بلوس دو تيتر، حيت ممكن نقول بان مع لو كوتش بريم وما قلتهاش مسيو غاريدو ربحنا دو تيتر. ولنفس الاسباب ملي شفنا بان الامور ما غاداش مزيانه وما كانتش ميسره، هي فاش خدينا القرار. دونك ماشي ساهل هذا القرار، وما كناخذوه حتى كنفكروا مزيان وكنشوفوا 360 دوغري شنو هما لي امبليكاسيون الى اخره. و لانتيري دو كلوب كيبقى فوق كل شيء، المهم هو لانتيري دو كلوب، ونحاولوا ناخذوا القرارات اللي غادا في الاتجاه الصحيح للنادي. هذه فيما يخص السؤال ديالك سي يوسف. تفضل سي سفري، كنجاوب ديجا على الشق ديال يعني ديال التحاق بعض اللاعبين بالمنتخبات، فتنظن بان هذا خلق لنا بعض المشكل، لان بطبيعه الحال كاينين سته ديال اللاعبين اللي ما حاضرينش الان مع الفريق، سته ديال اللاعبين اللي مهمين اللي من الاساسيين، منهم سند الورف اللي مشى لمنتخب ليبيا، بدر بانو اللي مع المنتخب الاول، أنا الزنيتي اللي رجع من بعد التحاق ديال المنتخب الأول، ثم أربعة ديال اللاعبين مع المنتخب المحلي، وبالتالي كاين هاد اللاعبين ناقصين، ولكن كذلك بالنسبة لنا فرصة مهمة نشتغلوا مع بقية اللاعبين، خاصة اللاعبين الشبان، لأن تنعرفوا بأن من بعد هاد المباريات اللي كاينة دابا اللي مبرمجة ديال كأس العرب، ثم جوج ديال المباريات ديال رسبة الأبطال، فغيكون هناك واحد التراكم ديال المباريات ديال البطولة، وبالتالي غنحتاجو جميع اللاعبين، وبالتالي رفعنا من وتيرة ديال التدريب،
لان قمنا البارح باختبار باش نشوفوا المستوى ديال اللاعبين، ومجزوم علينا اننا نشتغلوا من الناحيه البدنيه بشكل جيد باش نرفعوا من الايقاع ديال التباري ديال اللاعبين هذه الفتره، لان ما يمكنش نعاودوا نشتغلوا من بعد، لان من بعد غادي يكون السفر للكونغو وغيكون مباريات متقاربه، وبالتالي هذه الفتره مهمه بالنسبه لنا باش نشتغلوا من الناحيه البدنيه مع اللاعبين باش يكون عندنا واحد القاعده ديال الانطلاق مهمه في المباريات المقبله ان شاء الله. بون بالنسبه لنا الان ما يمكنش نتكلموا على ليفيكتيف، لان حنا في فتره ديال التباري، لو رونفورسمون ديال ليفيكتيف ممكن نتكلموا عليه من بعد، لان الان اهم حاجه بالنسبه لنا هي ان نهيئوا اللاعبين كاملين، وصلوهم لواحد المستوى ديال الجاهزيه باش ان اي لاعب وقفنا عليه لقاو جاهز، لان غادي نلعبوا مع الوداد يوم 23 ان شاء الله، ثم عندنا مباراه في الاسبوع اللي من بعد مع الترجي، ثم غادي ننتقلوا للكونغو، يعني غادي نلعبوا مع جوج الانديه اللي لعبوا نهائي ديال عصبه الابطال ديال الموسم الماضي، ثم غنلعبوا مع فيتا كلوب اللي فاز الرجاء فاز عليها في كاس الكونفدراسيون، وبالتالي ثلاثه ديال المباريات مهمه، ممكن يكونوا اعطال، ممكن يكونوا اضطرارات اللي غيخليونا اننا نحسبوا على لاعبين اخرين، وهذا الشيء مهم بالنسبه لنا. من بعد في الفتره ديال الانتقالات غيكون اتضح لنا فين كاين الخصائص بالنسبه لفريق الرجاء، ولكن الان فجميع اللاعبين فهم لاعبين ديال فريق الرجاء، غادي نشتغلوا معاهم الحمد لله، تيشتغلوا باعطاءهم واحد الارهاصات ديال انهم مستعدين انهم يشتغلوا بشكل جيد، نتمنى ان شاء الله انهم نوصلوا للمستوى اللي تنطمحوا ليه معه. شكرا سي جمال. يوسف هضر على لوبليغاسيون دو ريزولتا، اي مكتب ولا اي طاقم اللي كيشتغل في فرق بحال الحجم ديال نادي الرجاء لابد كيكون لوبليغاسيون دو ريزولتا، وكيكون la nécessité de donner des résultats et de faire du bon travail. Donc a dit Kaina qui m'a كان يعني النوع ديال المكتب ولا كيما كان النوع ديال الطاقم، وحنا ان شاء الله مع الاخوان في المكتب، وكنشكر الاخوان اللي معنا اليوم في المكتب، السي انيس محفوظ الكاتب العام، السي سعيد وهبي الطاقم بورت بارول ديال الكوميتي ديالنا، والسي امين العويدي لي يعني كي رغم الظروف الصعيبه ورغم المشاكل اللي هما كيقدموا الكثير لنادي الرجاء، دونك المكتب عارف شنو واش كيعينوا، وعارف شنو هي لا بريسيون ديال لي ريزولتا ولوبليغاسيون ديال لي ريزولتا، وحنا يعني امام اسماء بحال السي سلامي ولا السي سفري اللي عارفين حتى هما شنو هي لي ريزولتا، حيت هما كانوا كيعطيو لي ريزولتا، كانوا في لو تيغان، كنعرفوا لا بريسيون دو تيغان اللي كان على ليبوك لو ديربي كيتلعب 80000 ولا 60000، سكو فو دير لو مو ريزولتا، سكو فو دير لو مو اوبليغاسيون، دونك اوني توس موتيفي، اوني توس يعني غادي في اتجاه واحد باش ان شاء الله نحاولوا نقدموا الاضافه. الوغ نزيد واحد اللائحه اخرى، دونك عاوتاني نفس القضيه، لي ميكرو الله يخليكم، تفضل الاسم الله يخليك. تفضل. يلا تفضل. نبيل بن شكرون انا في سبور. السؤال الاول موجه للسي جواد زياد وكذلك السي جمال السلامي، واش بالنسبه لكم الاختيار ديال تغيير المدرب في هذه الظرفيه، كنعرفوا بان الرجاء مقبل على بعد ايام قليله باش يلعب ماتش لونو ديال الديربي، واش الاختيار انكم تغيروا المدرب في هذه الظرفيه، واش في نظركم ماشي مغامره، ولا بالنسبه لكم هو بلوتو ديكليك يقدر يكون في مصلحة الرجاء؟ كنعرفوا بأن تغيير المدرب ربما كيجعل اللاعبين يكونوا أكثر حماسة بلو موتيفي باش يواجهوا المباريات. ثاني سؤال يكون السي جمال السلامي، هو تابعتي أكيد البداية ديال الموسم ديال فريق الرجاء، ميركاتو كذلك اللي داروا في الصيف الماضي، واش بالنسبة لك كان ميركاتو ناجح، ولا في نظرك
في الميركاتو القادم كاين شي خصائص اللي كيعملوا فريق الرجاء وغادي تحاولوا انكم ما تعمروا، وشنو هما اماكن الخصائص اللي كتشوفوها؟ شكرا سي نبيل، تفضل سي ادريس. السلام عليكم، نعرفوا على جريدة خبركم، كنهنيو السي السلامي والسي السلامي ربيعو ديالو بفريق الأم، غير ما كنشكوش في القدرات ديالكم، غير بغينا نعرفوا جديد اللي غتقبلوا الإضافة لفريق النادي الرجاء الأم، وكذلك السؤال ديالي سي زياد موضوع عبد الحليم واش نتاعها ولا مازال، وشكرا. مصطفى عدلي موقع البطولة. السؤال ديالي للسي السلامي هو أن الرجاء مؤخرا كان في مقابلة لي مهمة أمام الوداد البيضاوي في دوري العرب، انتهت المباراة بتعادل إيجابي هدف لمثله، هي نتيجة نقولوا شيء إما أنها تخدم مصلحة الوداد لأن المباراة تلعب بنظام لعب والإياب، يعني كيفاش غتستعدوا لمقابلة الإياب اللي أكيد غتكون صعبة بالنسبة لي من هذا. كتسجل وتحط لي كيسيون في نفس الموقع ميل سبور. عندي واحد التساؤل حول عوده الحافظي، سمعنا بان الحافظي رجع للتدريب، بغينا نعرفوا التاريخ اللي غيرجع فيه الحافظي بالضبط باش الجماهير تطمئن على وسط الميدان ديال فريق الرجاء. عندي واحد سؤال اخر، كاين بعض الاخبار من السعوديه تقول بان فريق دمرك ما مقتنعش باللاعبين المغاربه في حاله العوده ديالهم، واش غت يرجعوا للفرق رجاء في الميركاتو الشتوي؟ شكرا. السلام عليكم، معكم أمل بإذا صحفية من هاشبور. فريق رجاء البيضاوي عودنا على الاحترام الاختصاصات، بغينا نعرفوا كيفاش ما كاينش مدير تقني أو رياضي، كيفاش درسوا يعني اختاريتوا الطاقم التقني الجديد. ثاني سؤال، في غياب طاقم مدير تقني ومدير رياضي، كيفاش قدرتوا تحدوا ان المشكل هو مشكل تقني ديال كارتيرون وماشي مشكل سلوكات لاعبين اولا كيف ما كنقولوا نقاط؟ شكرا. عبد اللطيف طلال، راديو مدينه وموقع الوطن العربي. السؤال الاول بالنسبه للسي السلامي، بالنسبه للتوقيع ديالك مع الرجاء، واش كاين شي اهداف من وراء هذا التوقيع؟ واش كاين مثلا الفوز بالبطوله، تمشيو بعيد في كاس العرب؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال سي زياد، بالنسبه للاعتراض اللي تقدم به فريق الوداد البيضاوي لان كاين استئناف، واش الاتحاد العربي حسم في الاعتراض ديال الوداد امام الرجاء، ولا لان مؤخرا سمعنا بان الرئيس ديال الوداد قام باستئناف بالنسبه للمقابله باش يربحها يعني امام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نبارك السي جمال السي يوسف العوده ديالهم الاشراف ديالهم على فريق الرجاء. السؤال ديالي اولا السي جمال هو بعد العوده ديالك شفنا او التعاقد ديالك مع فريق الرجاء، شفنا ان كاين تغييرات في الطاقم المساعد، يعني مشاو اسماء، كاين اسماء اللي بقات واسماء اللي مشات، يعني شنو المعايير اللي كانت حاسمه في هذه الاختيارات ديالك بطبيعه الحال انت المسؤول الاول عليها؟ سؤالين السي زياد، السؤال الاول هو حول يعني الفراغ اللي كتعيشوا الاداره التقنيه، المدير الرياضي والمدير التقني اللي كانوا او المساعد ديالو بعد المغادره ديالهم، يعني مازال ما تعينش مدير رياضي جديد، واش كاين شي اسماء ولا كاين شي مفاوضات مع اطر اجنبيه او مغربيه؟ والسؤال الثاني كيخص المكتب المسير، سمعنا ان كي غتكون تغييرات او اضافات في المكتب المسير، اسماء اللي كتروج في الاوساط الرجويه، هو صحيح كاين اسماء غادا تعزل المكتب المسير او المكتب غيبقى بالترسانه ديالو رغم الاستقالات؟ شكرا. نبيل تكلمتي على الظرفيه فاش تخدا القرار باش نبدلو ستاف تكنيك، حنا تبين لنا بحال اللي قلت لك بان الظرفيه كانت ملائمه، لكن اللي غيعطينا البرهان هو النتائج اللي غيجيو. دابا يمكننا نسبيكيليو نقولو وي راه
لا ديسيزيون مزيانه في محلها، من اللي غيعطينا البرهان بحال اللي قلت لك هو النتائج، وانا عينو النتائج بنشوفو حنا تبينا مصلحه النادي كانت هذيك هي هذاك هو الوقت المناسب. السي جمال على كيسيون الميركاتو. بالنسبه لنا المجموعه اللي تتشكل فريق الرجاء البيضاوي في هذه المرحله فهي المجموعه اللي غنعتمدوا عليها، ما نتكلموش على الخصائص، ما نتكلموش على المراكز اللي غادي خصنا ندعموها، لانه باقي الحال على هذا الشيء. اول شيء خصنا نشتغلوا مع اللاعبين، خصنا نحاولوا نطوروا المؤهلات ديال اللاعبين، خصنا نشوفوا هاد اللاعبين اشنو ممكن يقدموه التوظيف ديالهم، وبالتالي من بعد عاد ممكن نحكموا على الاداء ديالهم لا فردي ولا داخل المجموعه. بالنسبه للجديد اللي ممكن نقدموه للاعبين فهو هو داكشي اللي غيبان في التيران. الى الصوره ديال الفريق تغيرات وصبح الجمهور ديال النادي راضي على النادي ديالو، فغادي يبان باننا المجيء ديالنا قدم واحد الاضافه وغير شي حاجه. الا ما كانش تغيير لا في طريقه اللعب لا في النتائج فاحنا مطلوب منا اننا نمشيو بحال هذا بشكل واضح ان شاء الله يكونوا النتائج. واحد السؤال على اللاعب بن حليم. حنا كنحاولوا نشتغلوا طريقه منظمه في المكتب، وقع اللي وقع جمع هاد الكونسي دو ديسيبلين بعد الاخوان اللي في كونسي ديسيبلين اللي كترقصوا السي انس محفوظ اتخذ قرار تاع توقيف اللاعب حتى اليوم 14. دونك اللاعب غيعاود يستأنف التدريب ديالو مع الفريق الاول، وكانت غرامه ماليه راه غتطبق عليه، وما كاين حد اللي كبر من الفرقة ولا كبر من الراجا، كلشي خصو ينضبط، كاين ريغلومون انتيريور، كلشي يدخل مع داك ريغلومون انتيريور وينضبط. أنا عندي الثقة الكاملة في السي جمال السلامي والسي يوسف السفري، كنعرف طريقة العمل ديالهم، باش كلشي غينضبط وكلشي غيمشي في الاتجاه الصحيح. وإن شاء الله اللعابة هما بروفيسيونيل وهما انتيليجون، يعرفوا بأن الأمور تبدلات وبأن لا ديسيبلين ولا ريغور غتعاود ترجع، حيت هي يعني هي الوسيله اللي كاينه باش نوصلوا للنتائج. دونك هذه فيما يخص السؤال ديال السي محمد. كان السي جمال عندك سؤال اخر من عند الطرف السي منصف على النتيجه 1-1 وكيفاش غنوجدوا المقابله. احنا في هذه المرحله هذه الاسبوع اللي سابق الاسبوع ديال المباراه تنشتغلوا مع اللاعبين اللي كاينين، تنشتغلوا مع اللاعبين باش نرفعوا من الايقاع والوتيره ديال الاستعداد ديالهم من الناحيه البدنيه، لان شيء مهم بالنسبه لنا. شفنا في المباراه الاولى ان فريق الرجاء البيضاوي في الشوط الثاني كانت ليه السيطره على المباراه، وبالتالي الا كنا قادرين على اننا نامبوزيو لو ريتم ديالنا فممكن اننا نحققوا نتيجه اللي تكون في الصالح ديالنا، في انتظار عوده اللاعبين الاساسيين، لان كان اشكال ديال البرمجه ديال البدايه ديال التدريب، كاين لاعبين اللي باقي ما التحقوش، كاين لاعبين اللي غادروا المنتخب، بالتالي الاستعداد الكامل فهو غيكون فيه صعوبه، لان اللاعبين ديال لا بدر بانون لا اللاعبين مع المنتخب المحلي فهما ما غيلتحقوا بنا حتى اليوم الاربعاء، وبالتالي غادي نشوفوا هذيك الساعه الحاله ديالهم واش لعبوا يوم الثلاثاء ولا ما لعبوش، باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم باش في يومين الاخرى عاد غيكون عندنا الاختيارات الاخيره ولا المسات الاخيره باش ندخلوا المباراه ديال فريق الوداد ان شاء الله، اللي نتمنى اننا نكونوا حاضرين فيها، لان مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا. تنعرفوا بان اللاعبين واعيين بهذه المسؤولية، كما زرنا البارح بادر في المعسكر ديال المنتخب الاول، فغادي نمشي انا ويوسف ان شاء الله لعند اللاعبين ديال المنتخب المحلي. بطبيعة الحال السي حسين عمو تأذن لنا بالمجيء، غادي نمشيو باش نشوفوهم باش نتكلموا معاهم
باش نحاولوا نتواصلوا معهم، لان مهم جدا اننا يعرفوا كيفاش غنتعاملوا كيفاش غنستعدوا. ربما هذا الشيء اختصر علينا مجموعه ديال الصعوبات باش ملي يجيو يكونوا ديجا عندهم واحد المعرفه ودرايه بالطريقه اللي غنلعبوا بها ان شاء الله، وباش يعطيونا الاضافه اللي تتسناو ان شاء الله. بالنسبه الى الحافظي فهو احنا ملي حضرنا فهو جاء التدريب الحمد لله رجع من قطر، كله طاقه كله حماس باش يبدا. بطبيعه الحال عنده برنامج اللي عطاوه ليه الناس المسؤولين في قطر، الناس اللي شرفوا على العمليه ديالو شرفوا على الترويج ديالو. باقي عنده ثلاثه ديال الاسابيع، هذا الاسبوع هذا فهو تيتمرن تدريجيا باش يدخل في الايقاع ديال التباري وسط المجموعه، ثم لجوج ديال الاسابيع باش يدخل مع المجموعه بشكل نهائي. ونتمنى ان شاء الله انه يكون موجود معنا من بعد فيتا كلوب، لانه لاعب مهم جدا. حتى لمسوا هذا الشيء في التدريب الان، باقي ما جاهزش 100%، ولكن المردود ديالو فهو مردود ديال لاعب كبير جدا. نتمنى الرجوع ديالو انه يعطي الاضافه للاصدقاء ديالو والانتظارات ديال الجمهور ان شاء الله ديالنا. تكلمتوا على اللعابه اللي كانوا مع نادي الرجاء ومشاو لضمك، غنعينوا الامور باش تكون اوفيسيال وغنشوفوا. هما مبدئيا حنا ما كناش بغيناهم باش يمشيو، هما اللي كانوا خداو القرار باش يمشيو، وكان واذا كان غيكونوا ليبر في يعني في الميركاتو الجاي مع الطاقم التقني ومع الاخوان في المكتب غندرسوا الموقف ونشوفوا ان شاء الله شنو يمكن نديروا في هذا الباب هذا. مدام vous avez posé une question على لا ديريكسيون سبورتيف، ما كاينش المدير الرياضي، ما بقاش كيتقال المدير الرياضي، باردون المدير التقني، دابا كنقول المدير الرياضي. يعني في كنهضرش على الرجاء، كنهضر على يعني او نيفو انترناسيونال. لو شوا كان ساهل بحال اللي قلت لكم، ملي كنحطوا بعض المعايير ما كنحتاجوش المدير الرياضي باش يشوف معنا شنو هما المعايير، يعني الاخوان في المكتب مع الناس اللي كيعاونوا المكتب الى اخره، ملي كنحطوا المعايير وكنشوفوا شنو هما لي ليست بوتونسييل ولا شنو هما الاسماء، يعني بحال اللي قلت لكم الاختيار كان ساهل. تكلمتي كذلك على كيفاش درنا باش خدينا القرار ولا باش نقولوا بان الرجاء ما كتلعبش مزيان خصنا نبدلوا المدرب. المهنه ديال المدرب راه ما ساهلاش، حيت هو راه كنا نقولوا هو بحال هذاك البيلوت في الطياره، هو اللي كي عنده يعني جميع الصلاحيات باش ياخذ القرارات اللي بغا. ملي كتكون الامور غاده مزيان راه كنقول المدرب هو اللي ناجح، ملي كتكون الامور ما غاداش مزيان لا ريسبونسابيلتي كترجع له. لكن نقول غير حاجه اللي كنقول، هادشي ما كيحيدش لا كومبيتونس، يعني ما كنهضروش على الاشخاص، كنهضروا فقط على المردوديه. ملي كنشوفوا المردوديه، ملي كنشوفوا طريقه اللعب، انا كنظن راك ما كديري هذه المهنه حتى كتعرفي شنو هي الكره. اذا كانت عجبك طريقه اللعب ديال الرجاء في هذه العشر المقابلات الاخيره، حنا ما كناش غاديين عليها، ولهذا بحال اللي كنقول سو ني با بيرسونيل، سان ريان دو بيرسونيل، كاين لي جون سون كومبيتون، كتجي في واحد الظرف اللي الامور ما كتمشيش ميسره، خص ديك الساعه القرار ناخذوه. سي طلال حطيتي واحد الاسئله، على حطيتي جوج اسئله، وحده السي سلامي غيجاوبها، ما عندي الميكرو انا غنجاوب. تكلمتي لي على المشاكل اللي واقعه مع اليوفا الى اخره، انا اللي يمكن لي نقول لك بان طريقه التدبير ديالنا بغينا تكون عقلانيه، وراه هي عقلانيه باش كنطبقوا المساطير. من بعد اذا ناس اخرين تبين لهم بان المساطير ماشي هي هذيك ولا بغاو يقبطوا في حوايج اخرين، حنا كنحاولوا نتفاداو الطاس وكنحاولوا نتفاداو لا غنلعبوا غنربحوا، ونحاولوا نربحوا في المقابله في رقعه التيران، ماشي في
باش نجبدوا مشاكل ونبقاو غاديين كنقلبوا على شي حوايج اللي دونك حنا يعني واثقين بنفسنا في هذا الملف هذا وغنمشيو فين خصنا نمشيو باش ندافعوا على لي زانتيغي ديال الحقوق ديال الرجاء ولي زانتيغي ديال الرجاء ومتفائلين في هذا الباب هذا. اللي مهم حنا عندنا هو كيفاش نحضروا الفريق وكيفاش نكونوا في المستوى في هذه اللقاءات اللي غيجيو ان شاء الله عن المقرب. ديزوبجيكتيف سي طلعت سوق ديزوبجيكتيف سي جمال. امين. بالنسبه للاهداف تنظن بان تكلمنا على شروط ديال تدريب فريق الرجاء البيضاوي وشروط حمل قميص فريق الرجاء البيضاوي لان تنعرفوا ليكزيجونس ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي بان الحضور هنا كله تيذكر بان فريق الرجاء البيضاوي في واحد الوقت كان تحت المرتبه الاولى فريق مجموعه ديال النقاط على المطارد ولان الجمهور ما كانش مقتنع طريقة ديال اللعب ديال الفريق فتم انفصال على المدرب وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي مطلوب منه انه يلعب مزيان ويربح ويحقق الالقاب وبالتالي هادو هما الشروط. حنا جينا للنادي ديالنا باش هاد الروح نزرعوها في اللاعبين تنظن بان اللاعبين كانت عندهم الروح لان هاد المجموعه اكثريه اللاعبين اللي كانوا فيها فهم فازوا بجوج ديال الالقاب من قبل وكاين اللي كان حاضر فاش فازوا بكاس العرش يعني ثلاثه ديال الالقاب ولكن الان كاين واحد المرحله اخرى باش نعاودوا نرجعوا لهذاك المستوى هذا اللي اللاعبين تقدموا عروض في المستوى ويقدموا كذلك القاب للجمهور الكبير لان الجمهور ديالنا فهو جمهور كما تيبغي الكره الزوينه كما تيبغي الفرجه فهو تيبغي تنتصر وبالتالي هادو جوج ديال الحوايج مهمين بالنسبه لنا باش نزرعوهم في اللاعبين لان اللاعبين هما لي زاكتور في التيران لان هاد اللاعبين اللي تحلاو بهاد السمات هادو هما ملي غيدخلوا الملعب ما يمكن الا انهم يقدموا عروض في المستوى انهم ينتصروا لان فريق الرجاء البيضاوي مطلوب منه انه يسجل اهداف مطلوب منه انه يكون عنده لاعبين جيدين في الدفاع مطلوب منه انه يكونوا وسط الملعب ديالهم في المستوى لان كل خط من هذه الخطوط فهو عنده ارث وبالتالي الجميع تعرف شكون هما اللاعبين اللي دازوا في هذه الخطوط هذه وبالتالي اللاعبين الحاليين خصهم يكونوا حاسين بالمسؤوليه باش يقدموا المردود اللي تتسناه منهم الجماهير ديالهم ان شاء الله. بالنسبه للطاقم التقني ف رجعت انا وسيوس سيوس مشكور بشكل كبير لان الثقه ديالو فهي فخر بالنسبه ليا سيوس الجميع تعرف المسار ديالو كلاعب مستوى عالي لا دوليا ولا في اطار الاحتراف ولا داخل فريق الرجاء البيضاوي اشتغل مع مجموعه ديال المدربين كانت عنده عروض في المستوى اللي يتمنى اي واحد ولكن فضل انه يرجع للرجاء لانه تيحس بانه يقدر يعطي للرجاء داكشي اللي هو مدين للرجاء به بالتالي تنشكرو على الرجوع ديالو للفريق في الفتره هذه كذلك المعيد البدني سي جواد صبري المعيد البدني في المستوى الناس المشرفين على تكوين المعدين البدنيين في الاداره التقنيه فهما اللي شاروا علينا به نظن بانه غيقدم الاضافه المرجوه منه كاين كذلك هشام ابو شروان جميع تعرف هشام الاخلاق ديالو القرب ديالو من اللاعبين
وهذا شيء مهم بالنسبه لنا، لان ابناء النادي هما اللي عندهم الحموله التاريخيه ديال النادي، تيحملوا لي فالور والقيم ديال النادي، وبالتالي هما اللي تجينا سهله انهم يمروها للاعبين، خاصه اللاعبين الشبان باش ياثروهم، واللاعبين كذلك المهمين. وثم كاين احمد العيني حراس ديال مدرب حراس المرمى اللي الجميع تعرف التجربه ديالو والكفاءه ديالو والاشتغال ديالو مع الحراس ديال فريق الرجاء. هذا هو الطاقم التقني اللي كاين، والمعايير تنظن بان ما كانش فيها اختلاف، وتنظن ما كاينش شي واحد اللي ممكن يشكك في الاحقيه ديال هاد الناس والتواجد ديالهم في الطاقم التقني ديال فريق الرجاء البيضاوي. تنتمنى لهم التوفيق، انا المسؤول الاول عليهم. تنتمنى انني التوجيهات ديالي تكون في المستوى، لان يوسف فهو مشروع مدرب مستقبلي ان شاء الله، كما هشام مشروع ديال مدرب في المستقبل، وهذا هو الروح ديال المؤسسه ديال فريق الرجاء اللي تطمح انها كما دازوا فيها مسيرين كبار، كما دازوا فيها مدربين كبار، كما دازوا فيها لاعبين كبار، كما عندها جمهور معروف على المستوى العالمي، انها ابناء ديالها هما اللي ياخذوا المسار مستقبلا ان شاء الله، كما واخذين في الفئات الصغرى انهم ياخذوا كذلك في الفريق الاول، وهذا ماشي غريب على النادي ديالنا الكبير. شكرا. سي جمال العودي كذلك جيت واحد السؤال على المدير الرياضي. حنا الاولويه ديالنا هو نجبرو مدير التكوين ديريكتور دو فورماسيون، اللي عرفتو السونت فورماسيون، واخا ما انت السي العودي قريب من الرجاء ساعه ما كتبتيش على السونت فورماسيون، سمع شحال من عام هو مشدود، ماشي مشكل. كنشكرك كان سبونطاني ياك جيتو بالفكره نتوما، ماشي مشكل. دونك سونت فورماسيون عاود تحب، وكاين لاكاديمي جايه ان شاء الله في اخر السنه، ولهذا الاهم هي لا فورماسيون، وحنا خدامين مع الاخوان سي امين العويدي اللي معنا في الكوميتي، راه هو مكلف باش نجبرو ناس اللي عندهم خبره واللي فايت لهم نسيرو دي سونت فورماسيون، حيت ما يعني النادي بحال الرجاء غير يكون عنده دو سونتر، ما خصناش يعني نغامرو وناخذو شي واحد اللي عاد غيتعلم، خصنا يجي شي واحد اللي غيعطي الاضافه من نهار الاول، ولهذا كيطلب شويه ديال الوقت، حيت بحال عرفتي لا فورماسيون في المغرب يلاه عاد بدات، حنا هضرنا على لا فورماسيون في لو نيفو. فيما يخص الكوميتي، حنا الان عندنا 13 العضو، 13 عضو عندنا في الكوميتي ديالنا، وغن الفكره ديالنا هي نطلعوا 16 العضو، دونك باقي لنا ثلاثه ديال الكراسي اللي كاينين، مي غناخذوا الوقت ديالنا الكافي، وبالاخص نخدموا بالاولويات. الاولويه هي طاقم جديد، هي نقووا الفريق ونزيدوا الفريق الاول. الاولويه الثانيه هي لا فورماسيون، وفي نفس السياق خصنا نشوفوا مع الاخوان في المكتب ونحسموا هذه النقطه، كنظن غات الاسابيع القليله الجايه غنحسموا في هذه النقطه هذه. كنا قلنا 15h45، هذه 15h46، كنشكركم، وان شاء الله غيكونوا لقاءات اخرين فاش يمكن نتكلموا عليهم.